بابا. يا حمدان يا ريس حمدان جرايه مصطفى حمدان اللي سكر نطت على اللانش بتاعه ولا هتتحبس بسببه. طب استنى اخلص انت بس دلوقتي. ايه يا ريس مش هحططنا وراك لحد الفيوم؟ ينفع كده لاكل العيش يا بيه؟ الناس فين؟ الفيوم. انا الفيوم ولا فين؟ في الفيوم. الفيوم فين يا حمدان؟ الفيوم فين يا حمدان؟ يا ابني مش هو ده حمدان ولا في حمدان تاني ولا هتجننوني في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ معلش بس انا ما فطرتش هتلاقيني مش مركز. شفت اي حاجه يا ابني معاك يا ابني؟ معلش هبقى اجيب لك غيره. ايه ده؟ جرس؟ حلو هتسليك في الصحراء دي يا ريس. اديها له بقى. هات النضاره. شوف تلبسها. معلش. فاضلش غير تذكرتين بتاعت حفلة ويجز فمش عايزين نروح، عايزين نستنس بقى. يا كارم هتلوم القردة وتعالى وريني اللوكيشن بتاع حفلة ويجز فين. يا كريم يا رب تعال يا حبيبي قلبي. تعال يا حبيبي. تسلم يا ريس، ألف شكر. احنا عايزين يلا. بقول لك يا حبيبي جات لي فكرة كده في التصوير عايزك تفتح فيها. ارجع بعظيم. في ايه؟ احنا نبدأ وانا جاي بجري عليك بالكاميرا، واول ما اقرب منك تديني واحدة بلاك كاش ننزل منه بشكل الارض والسماء مع بعض، فهمني؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده بعظيم؟ بقولك ايه، انا عندي فكرة احلى. ايه؟ انت هترجع ورا لحد هناك وتيجي جاري وتخش عليا، اول ما تقرب مني تديني واحدة بلاك كاش تجيب السماء مع الارض، مش كده احلى؟ استاذ حبيبي يا بعظيم يلا. طيب انا النهارده قررت اخرج خروجه مختلفه عن المعتاد بقى. احنا النهارده موجودين في الفيوم في مكان اثري حلو اسمه ديما السباع، موجود شمال بحيره ارون. المكان هنا حلو، هنخش نتعرف على الناس اللي جوه ويحكوا لنا قصته ايه ونشوف في ايه جوه. ايه المكان الجميل ده؟ مكان اثري يقع شمال بحيره ارون، يعتبر مبنى على ربوه عاليه. يعني تبه كده زي ما احنا بنقول تبه كده عاليه. البحيره كانت بتحطه من كل جانب يعني. تمام. المكان اسمه ديما السباع. ديما السباع يعني ايه ديما السباع؟ الطريق المؤدي للبحيره كان على الجنبين كده زي طريق الكباش، عباره عن سباع واقفه اللي هي الاسود يعني. وكان الحوائط الخارجيه بتاع المبنى السقف كان برضو ملفوفه كلها بالايه؟ بالسباع يعني. الحاجات اللي في الارض دي ايه يعني؟ ده بقايا معبد. معبد ايه؟ كان هنا معبد. معبد في ظهر معبد، يعني معبدين في ظهر بعض. والاسوار الكبيره اللي هناك دي ايه ده يعني؟ السور الخارجي بتاع المدينه، كان لف في المدينه كلها بالسور الخارجي ده. ارتفاعه اكتر من 14 متر. حته الارض اللي احنا واقفين عليها دي يعني شهدت 3 عصور. قد ايه بلدنا عظيمه. ده مش جديد؟ لا مش جديد ده. اصل شكله أصلاً. يعني شكله مرصوص رصه حلوه وال لا ده طبيعي. مبايض المحاره ظابط الدنيا. ده الباب المدخل بتاع المعبد، جاي من وسط معبد بطلمي قديم قبليه. ده الاول، ده الثاني، ده الثالث. اقل حجر موجود في المكان اللي احنا واقفين فيه ده بعمر دول موجوده على الخريطه دلوقتي، دي بوابه المدينه بقى كلها. بوابه المدينه هي دي. وده الفناء الامامي، وده كده نبدا بقى
نريح شوية ونشوف في إيه جوه بقى ونتفرج على المكان من جوه أكتر. خش عشان لو اتزنقت هزقك. المكان هنا بقى لو الناس اللي بتتفرج دي عايزه تيجي تعمل زياره ايه بيتم ازاي او مسموح ولا ايه؟ بيجوا فيه طريقتين للزياره، في طريقه انها بتقطع تذكره من 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 الوزاره او الهيئه العامه للاثار وبتيجي، وفي طريقه بالسفاري اللي هي طريق الجبل. ايه ده؟ ما هي غرف، ده 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 المدخل. ده مدخل، في مدخل تاني هنا، ده في غرفه هنا وغرفه هنا وغرفه هنا، كله بيدخل على مداخل داخليه يعني. وهي ما هو دي اتسدت بيت كبير يعني مش صغير. ده بيت عيله بقى.